وزارة التنمية المحلية أعلنت يعني وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة عن وجود أكثر من 18300 منفذ ثابت ومتحرك ومعارض لبيع السلع الأساسية بجميع المحافظات وجاري التوسع في المزيد من المنافس. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل دلوقتي. بينضم لنا على الهاتف دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقول لنا خريطة توزيع هذه المنافس على مستوى الجمهورية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبأهلنا في محافظات مصر كلها. يعني زي ما حضرتك تفضلت كده بالفعل، يعني دلوقتي احنا بنتكلم زي ما اكد معالي الوزير صباح اليوم عن 18320 منفذ سواء ثابت او متحرك او معرض او شادر لبيع السلع الاساسيه والاستراتيجيه بجميع المحافظات المصريه، وفي تاكيد على التنسيق والتعاون مع الغرف التجاريه والوزارات المعنيه للتوسع في هذا الامر، وده بياتي يعني تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه وتكليفات دوله رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بكمان ضروره الاعلان عن اسعار السلع في كل المنافذ والمحلات التجاريه. وعلشان كده تابع مع الوزير مع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية موقف تفعيل وزيادة المنافس دي من جانب، من جانب تاني سلامة السلع المعروضة وتوفرها بالأسعار المناسبة والمخفضة، خاصة من خلال كمان المبادرات اللي بتتم على أرض المحافظات المصرية. وكذلك يعني سيتوجه السادة المحافظين بضرورة المرور اليوم، وده اللي احنا بنتابعه على مدار اليوم بالنسبة لمتابعة هذا الملف المهم وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة المنافس دي، وضرورة تكثيف كمان الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات سواء لكان لاحتكار سلع أساسية أو التجار فيها بالسوق السوداء. إيه السلع المقدمة يا دكتور من خلال هذه المنافذ، المنتجات المقدمة ومدى توافر هذه المنتجات في كل المنافذ؟ خليني اقول لحضرتك، هو بالفعل السلع اللي بيحتاجها كل بيت مصري سواء كنا بنتكلم على مستوى البقوليات او بنتكلم على مستوى اللحوم او على مستوى الدواجن، كذلك الامر الزيوت المختلفه واللي بيحتاجها كل بيت مصري. فعشان كده في تنسيق مع كل الوزارات المصريه سواء كنا بنتكلم التموين والتجاره الداخليه، الزراعه، الداخليه، القوات المسلحه، الغرف التجاريه، كذلك الجمعيات الاهليه والمنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابيه. والتاكيد كمان يا فندم عن الاعلان كل محافظه عن اماكن تواجد الشوادر فيها والمنافذ، كذلك الامر خطوط السير بالنسبه للسيارات المتحركه وخاصه اللي بتجوب الاحياء الشعبيه والقرى الاكثر احتياجا على مستوى الجمهوريه. طيب عايز اسال حضرتك عن هل رصدتم ردود افعال الناس، مدى اقبالهم على هذه المنافذ؟ طبعا يا فندم، لان حضرتك النهارده يعني بمرور الساده المحافظين وسؤالهم بالنسبه للناس وخاصه فيما يتعلق بالسلع اللي بيحتاجها كل بيت مصري اللي احنا جميعا بنحتاجها في بيوتنا، مدى توفرها، وان كان هناك زياده في بعض الاسعار لبعض السلع، انما توفر هذه السلع وان تكون الاسعار معلنه عليها، كذلك الامر القيام بمبادرات سواء كنا بنتكلم على المبادرات اللي بتتم زي مبادرة سند الخير على مستوى المحافظات المصرية بالسيارات اللي بتجوب بها، وأن يكون السلعة بتوصل من المنتج الرئيسي للمستهلك النهائي، وبالتالي بنقلل الوسطاء اللي موجودين في المنظومة. والمنافس دي مستمر عملها لحد شهر رمضان يا دكتور؟ نعم يا فندم، المنافس مستمر عملها لحد شهر رمضان؟ لا، ده المنافذ مستمر طبعا معانا يا فندم، موجوده على مستوى المحافظات المصريه لغايه ان شاء الله باذن الله تعالى كما اعلنت المحافظات باذن الله لغايه شهر رمضان. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه، شكرا جزيلا على وجودك معانا.